وكلميني النهارده عن العك في الاكل. احيانا ما بنبقاش قادرين اننا نبطل، عارفه بقنا عمال يشتغل، وخصوصا الصبح حر بالليل برد، اول لما بتبدا درجات الحراره في الانخفاض بتبصي تلاقي الواحد مش عارفه ده بقى زياده حرق ولا الواحد بيجوع ليه وعلى الثلاجه مباشره. هو عايز سعرات حراريه وعايز يتدفى. طب له انا طلبات. ليه طلبات جوه الثلاجه؟ ايوه الطلبات بتاعته جوه الثلاجه. جوه الثلاجه بس. صح، هرمون التلاجة لما بيجي يشتغل بالليل انا ما بعرفش اسيطر على نفسي. صح صح كده، كلنا سواء يعني شخص كبير او شخص صغير هو مش قادر. في ناس تصحى من عز النوم هتروح تاكل. طب هي المشكله اللي بتتبروز دي البعبع اللي اسمه ايه؟ الجوع. بالظبط، انا بسميه بعبع لان حرفيا الناس بتخاف منه. اول ما بتيجي الجوع تقول لك انا ما بفهمش اي حاجه، ما بعرفش اسيطر، ما بعرف الكنترول بيروح مني. بالظبط. مين هيخليني اعرف اعمل الكنترول الحلو الجميل ده؟ هو كورس الانا سليم. طب يا منى يعني ازاي كده؟ وبالبلدي وصلي لي ازاي هنربط الفكره. وعايزين نتكلم كمان ان الاطفال برضو كمان في السن الصغير من اول سن 12 سنه بيبتدي الموضوع عندهم يبوظ برضو زينا بالظبط. بالظبط، يعني طول كبير او الوقت صغير. عايز صح؟ ياكل، عايزه تاكل، ما تقدريش تمنعي طفل ان هو يقول لك انا جعان، ما تقدريش تقولي له لا يا حبيبي انت مش هتاكل دلوقتي. صح، كلامك صح جدا. وبعدين الامومه برضو كده بتبقى قلبنا مش قادر اقول بس على ازاي تقولي فكره لابنك من مش الحب ما قتل، صح ولا لا؟ يعني احنا بنحب ولادنا طبعا كل يعني كل الحب، لكن بنبص فجأة نلاقي بعض الامهات لازم، يعني انت بتقولي لي المصطلح اسمه ايه؟ طبق الايه؟ الطبق النظيف. النظيف. طبق النظيف ده دي قاعدة. عدو الرشاقة. صح؟ صح. كلميني عنه.